السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أكلمكم حاليا من بريطانيا، تحديدا برايتون، عشان أتحدث لكم عن صراحة تجربتي للدراسة في الخارج، وخصوصا في بريطانيا. طبعا أنا جيت هنا عن طريق مركز التعليم الفعال بإدارة الأستاذ عبد الرحمن البلادي وأشراف الأستاذ إبراهيم. صراحة ما قصروا، اللي كانوا معانا من تقريبا من بداية، من الفكرة أصلا المسافر، من الفيزا، تنظيم رحلة، وقبول المعهد، ووضحوا الفيزا ووضحوا النظام قبل ما نروح. طبعا الموضوع لا أحد يستصعب بالبداية، موضوع جدا سهل جدا. بالعكس مثلا أنا جاي عن طريق أستاذ إبراهيم، ساعدني جدا وكان الموضوع جدا سهل، كله شوية معلومات قبول معهد ومعلومات بسيطة بس، ما يحتاج شيء يعني. طبعا حاليا أنا أدرس كينجز كوليج أو كينجز إديكيشن، تحديدا برايتون. طبعا في بلندن وفي برايتون وفي مدن بريطانيا وفي في مناطق كثيرة. طبعا تجربتي لدراسة اللغة الإنجليزية صراحة، أنا طبعا هنا جاي لـ 12 أسبوع وأنا تقريبا على النهاية، بحكم اني قاعد هنا ل 12 اسبوع انا اقدر اتكلم. طبعا افضل شيء او اللي انا افضل انك تيجي عن مكتب، لانه هو يساعدك غالبا في اشياء انت ما تكون راح فاهمها. انا من الناس اللي اول ما جيت هنا، طبعا انا من الناس اللي صارت لي مشكلة اول ما جيت العائلة، فكان شوية موقع البيت والنظافة ما كانت عجبتني، لكن بمجرد ما تواصلت مع الأستاذ إبراهيم وكلمته على العائلة، هو طبعا تواصل مع مسؤولة العوائل عندنا هنا في المعهد، مسؤولة العوائل في المعهد، تقريبا ما أخذ الموضوع مدة طويلة إلا أنا إيش غيرت عائلتي، العائلة أفضل وأفضل بكثير طبعا. فالموضوع جدا سهل والمكتب جدا يساعدكم وريح، صراحة أشكر، صراحة شهادتي فيهم مجروحة صراحة، يعني ما تدرون قديش الفضل والراحة. أنا أعرف ناس هنا جايين عن طريق أنفسهم تعبة وصارت لخبطة وزي كذا، لكن الحمد لله مع مركز التعليم الفعال مجرد معلومات بسيطة وزي كذا ارتحت تقريبا. طبعا مو بس أنا صارت لي مشكلة، أحد الزملاء اللي جاوا عن طريق نفس المعهد، نفس المكتب مركز التعليم الفعال، طبعا صارت لي مشكلة بالليفل اللي هو كان فيه، كان تقريبا هو بليفل 2، فكان شوية مبتدئ ليفل 2 عليه. مجرد تواصل مع أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم تواصل مع مسؤول المعهد هنا ستيفن طبعا اسمه، فعلى طول راح انتقل إلى مستوى أعلى، ومن المستوى هذا قاعد تقريبا في عدة أسابيع بدأ انتقل لمستوى أعلى. طبعا هنا لو جيت بتكلم عن المعهد اللي أنا فيه تقريبا، طبعا هو تقريبا كوليج، وفي ناس تدرس ارتس، في ناس تدرس مودرن ديزاين، وفي ناس تدرس اشياء كثيره، لكن احنا تقريبا في المبنى حق الانجليزي. طبعا المعهد عندنا كل اثنين اختبار جدا حرسين وجدا مفيد، مو من المعاهد التجاريه. انا اشوف انه من المعهد جدا يهتم في الطلاب، لدرجه انه غيابك اذا عدى 10% ما راح تاخذ اصلا انت شهاده، إذا عدى غيابك 10%. فأبد هذه نصيحتي بالنسبة لتجربتي، جدا رائعة وأنصح أي واحد يجي. طبعا حرصهم على استفادتك جدا كبير، يمنعونك من الكلام باللغة بأي لغة بس الإنجليزي، يبغونك تركز في الكلاس، استخدامهم أيضا للتكنولوجيا والشاشات والتكييف. طبعا من شدة اهتمامهم أول ما جينا هنا، طبعا كان الشتاء، لكن يوم جاء أغسطس وبدأ الصيف كانت المكيفات ما منها فايدة، بس على طول اعتذروا وزي كذا، ومن اليوم الثاني المكيفات صارت تشتغل، جدا مهتمين. طبعا عندهم موقع خاص، في كل طالب له رقمه له بطاقته، الدخول ببطاقة، المعهد ما يقفل 24 ساعة، لكن بعد الساعة 6 راح تدخل بتوقيع وتخرج بتوقيع. في تحت كافتيريا كبيرة فيها غدا وفطور وعشاء للي ساكنين في المعهد نفسهم في الدور الثالث والرابع، مجانية
لكن اللي يجون يعني برضه من طلاب المعهد لكن يكونون ساكنين عند عوائل اللي يبون يتعشون في المعهد ياخذون عليهم، لكن جدا رخيص مقارنة بالمطاعم، يعني ياخذون منك من 3 إلى 5. طبعا هذا حديثي طبعا عن المعهد وبشكل عام والموقع حقهم. طبعا الموقع حقهم فيه دروس إضافية، في كتب مجانية، في دروس إضافية، في قواعد إضافية، وفي 50 كلمة كل أسبوع. جدا منظم، جدا يعني ما صراحة شهادتي في المعهد برضو مجروحة. فهذا بالنسبة كان حديثي عن المعهد. ففي الفيديوهات الجاية وفي في اللحظات الجاية راح أصور لكم المعهد والأدوار وزي كذا. See you.